إذن أول حاجة اللي نبغي نشير لها للي سعيدة هو أنه للأسف أي طفل تنشوفوه شوية كيكون نشط كيتحرك عنده واحد الطاقة كنطلقوا عليه أنه إيبر أكتيف، أنه عنده الحركة المفرطة أو فرط الحركة، لا من طرف يعني المدرسات والمدرسين ولا الآباء ولا الناس. ولكن راه ماشي دائما الأمر غادي يكون متعلق بالاضطراب. إذا شفنا طفل ديالنا شوية أجيتي، غادي نقول أجيتي يعني كيتحرك بزاف ولا عنده واحد النشاط أكثر من الأطفال الآخرين. لذلك الحلقة ديال اليوم أنا كنشوفها بالغة الأهمية. علاش؟ لأن كاين واحد الخلط كثير بخصوص هذا الموضوع وكاين جهل كبير، والضحايا هم الأطفال. وهم حتى الآباء والأمهات حتى شي واحد ما كيحس بهم، ما كيعرف أشنو كيعيشوا يوميا، وبالتالي إطلاق الأحكام كيكون سهل جدا للسائدة. كيف قلتي في المقدمة، ما ربيتيش ولدك، ما كتعرفش تهدنو، ما كتعرفش أنه تخليه يكون مرفيشي شوية ويحترم، وبالتالي دائما الأمور كتمشي للأسوأ والأسوأ للأسف في غياب الوعي بالاضطراب وفي غياب العلاج. إذا الاضطراب ديال تشتت الانتباه مع فرط حركة أو ما يسمى بـ trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. لأن بعض المرات ممكن أنه ما تكونش داك فرط الحركة ولكن تشتت الانتباه. أنا كنفضل أنني نقول قصور الانتباه، لأن ممكن أن بعض الأطفال يكون عندهم نقص في الانتباه، ولكن ملي كيكون الأمر متعلق بـ TDAH هذا الاضطراب فهنا كاين قصور. بمعنى لسعيدة، الحاجة الأولى اللي بغيت نوصلها للآباء والأمهات والمدرسين هو أنه راه اضطراب اللي هو مرتبط بالنمو العصبي ديال الطفل. يعني سي ان تروب اللي هو نورو ديفلوبمونتال، مرتبط بشكل كبير بالجهاز العصبي. بين عندهم شي خاصيه في الدماغ استاذه سعيده بن كيران، خواص في الدماغ. كاين مشاكل يعني ان كنصيبوا هاد الاطفال هم اذكياء جدا، صح. ولكن يعني بعض الوظائف اللي هي مسؤوله على على ان الطفل يكون عنده تركيز، يكون عنده انتباه، يكون عنده الذاكره ديالو ببعض الانواع ديالها كيفاش خصها انها تخدم، واشياء اخرى كثيره جدا كنصيبوا فيها مشكل. اذا هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو ان الطفل كيكون اندفاعي جدا، يعني انه ما عجباتوش شي حاجه يقدر يضرب، يعني دائما السلوك ديالو ما كيقدرش انه يضبط نفسه، لان هذا الاضطراب هو كيمس الوظائف العليا للدماغ، يعني لي فونكسيون اكزيكوتيف، من بين الاشياء اللي كيمسها بشكل كبير جدا. وهذه الوظائف هي اللي مسؤوله على ان الانسان يتقبل الاحباط، على انه ينظم المشاعر ديالو. فكنلاحظوا ان هاد الاطفال ايضا ما تيتقبلوش الاحباط، ما كيتقبلوش يعني يقدر شي حاجه صغيره بزاف تقدر تخلي عنده دي رياكسيون اكزاجيري، يعني واحد ردود الفعل اللي هي غير متناسبه تماما مع ما يقع في الخارج. وشنو غنلاحظوا فينا هو المشكل؟ هو انه غتفسر له وغتهضر معاه وغادي تقدر انك تكون اب ولا ام متفهم او لا واعي والو، كتقول كيفاش ان الطفل ديالي ما كيستجبش نهائيا لا العقاب ولا الحوار. يعني كاين واحد البلوكاج اللي هو كبير جدا، كيكونوا اطفال ايضا اللي هما حساسين جدا. وهنا سي محمد قال واحد الملاحظه مهمه في المقدمه، هي انه كل الاطفال في واحد المرحله من المراحل راه كيكونوا كيتحركوا بزاف، ما يمكنناش نطلقوا على الطفل ديال عامين انه عنده فرط حركه.